كاملة أبو ذكري شافتني بمسلسل على نتفليكس اسمه خليفات، والكاستنج دايركتور حكى معي وحكى لي بدي اياكي تعملي اوديشن للدور، فعملت الاوديشن واخذت الدور. حضرت كثير فيديوهات عن داعش وعن النسوان اللي هلا موجودين بالمخيمات اللي لسه مغسول مخهم بعد ما انتهى داعش يعني. وكمان حضرت اشياء عن كيف الواحد بصير شراني، يعني ايش الاشياء اللي بتقدر تعمله عشان تغسل مخ حدا عشان يعمل يصير شر جواته، وايش الغسيل المخ اللي بخليك انه انت تقدر تعمل اشياء، هاي دول الاشياء الشرانيه وتكون مسموح لك هذا الاشي يعني براسك. ف حضرت اشياء سايكولوجي وحضرت كثير اشياء داعش عشان اقدر اعمل شخصيه ام ادم. مش خايفه يعني، انا عمري ما لعبت دور زي هيك، فكان هو تحدي، وكمان اول مره بلعب شر، فكمان شوي كنت خايفه، وطبعا عشان راح اشتغل مع ناس كثير كبار مثل الهام شاهين ومنى شلبي، ف مش خوف، شوي توتر. بس بعدين لما وصلت اون سيت كان كثير مريح الجو، وهم كانوا كثير مناح معي وبلعبوا معي، وكان في مساحه كثير للعب بيننا، وكاملة كمان بتعطي هاي المساحة بتعطي ثقة للممثل، فكتير كان ممتع التصوير. هي بالعموم كان مسلسل صعب لأنه هو عن حرب وعن رقة، وفي كتير مشاهد معارك، وبعدين مشاهد بالأماكن الخربانة زي بيت الضيافة، كان فندق كتير قديم بلبنان، وبرد، كان كتير برد، فهي الأجواء كلها كانت صعبة، وأصلاً المشاهد صعبة لأنه فيها هذه قمة الشر وقمة المأساة اللي عم بيصير، فمن هاي الناحية كانت صعبة. اللهجة المغربية صعبة، بس أنا عاملة فيلم أصلاً قصير باللهجة المغربية، عاد شهر أحضر مسلسلات مغربية على قناة الأولى وضلني أعيد وراهم، وحكيت مع ناس مدققين يساعدوني، وحتى رحت طلعت مع ناس بالأردن مغربيين وحكيت معاهم. بعدين طبعا المسلسل جابوا لي مدققة لهجة اسمها سميرة بايرم، واجت وهي دربتني كمان، وكانت موجودة معي اون سيت طول الوقت وهي عم تسمع عشان تتأكد انه انا عم بحكي الاشياء صح. صعبة بس كتير حلوة. بطلوع الروح قبل ما نبلش، يعني قبل عرض المسلسل كان في كتير تحفظات انه احنا عم نعمل مسلسل بيسيء للدين الاسلامي. بعد ما طلع المسلسل والناس شافوا انه لا احنا ما عم نعمل هيك، احنا عم نسيء لداعش وعم نعمل توعية للناس زي داعش عشان ما ترجع تصير هاي الامور، كتير كانت ايجابية والناس كتير حبوا المسلسل. واصلا ايش هي وظيفة الفن الا انها تعمل توعية وتسلط الضوء على المشاكل اللي عم بتصير. وهدول الانتقادات اللي انا هلا حكيت عنها. اوكي. شوي شخصية ام ادم في كم مشهد هي بتصرخ على اولاد صغار وبتقول لهم ما ترسموش وما تعملوش وما هذا. حسيت شوي بالذنب انه انا عملت هذا الاشي، فزعلت بعد هدول المشاهد انه كيف حدا بيقدر يكون هالقد قاسي او هالقد شراني، تأثرت فيها. ام عبدالله كتير غير عن ام ادم. ام عبدالله منضمة للقاعدة، بس هي منضمة من ايمان، هي بتفكر لما بتروح لهناك انه هي رايحة لمكان تعيش زي الصحابة، يعني هي عن جد مقتنعة بكل قلبها وإيمانها كتير قوي. بعدين بس توصل لهناك وتشوف الفساد اللي عم بيصيره، مش هذا الدين الصح، هي بتنتقم من جوزها وبتروح وبتفضحه وبدها ترجع ابنها. فإم عبدالله من جوا هي منيحة، إم عادم عكسها تماما، هي وحدة شرانية مقتنعة إنه هذا هو الدين الصح، وإنه هي تكون هالقد قاسي وعندها نقص بشخصيتها. أصلاً داعش هم يعني بيروحوا على الناس اللي عندهم ضعف وما عندهم أهمية بحياتهم وبغسلوا مخهم من هذا المكان، فهم بيصير عندهم هاي أنا عم بعمل إشي مهم، فهم بنضموا لهدول المجاميع خلينا نقول، فهم كتير مختلفين عن بعض. واثنين أجوني صدف، مش أنا اللي نقيت أو اخترت بدي أعمل هذا النوع. يعني عندي هلا فيلم اسمه بيت سلمى، هو فيلم اردني كوميدي بطولته ثلاث نسوان، انا وجولييت عواد ورانيا كردي، وهلا عم بلف العالم وهو بمهرجان بامريكا. ففيلم سينما هذا،
وفي مسرحيتي إن شاء الله رح تنعرض في الأردن، وفي أشياء جاي بس لسه بقدرش أحكي فيهم. بس كان صعب، أنا أصلاً درست كتير برا يعني ببريطانيا، وأصلاً من أول ما أجيت على الأردن كتير اشتغلت على العربي مش بس على اللهجات، وتعلمنا البدوي وتعلمنا الفصحى وتعلمنا كل مسلسل بجيب له لهجة تانية. بس هلأ كل ما بتتدرب أكتر بيصير أسهل عليك، بس لهجات المغرب العربي كتير غير عن بلاد الشام أصلاً، فكان صعب بس قد ما هو حلو هاي حلو لهجات المغرب، ف انا استمتعت فيه جدا جدا، وحبيت اوصفه من ضمن الشخصيه كمان، بدل ما اخلي اللهجه تكون ضد الشخصيه حاولت استعمل مخارج الحروف المغربيه عشان تطلع شوي اكثر الاساوي تبعت ام ادم. وكمان كنت بس بدي ازيد انه لتجهيز ام ادم انا استعملت التمرين المسرحي تبع تلاقي حيوان عشان تعمل الشخصيه، فانا نقيت الحيه وكل كلمة بتحكيها زي كأنها بتبزق السم يعني، فهيك السلك المشوك، فوظفتها بهاي الطريقة. للمغرب بحب أحكي كان نبغيكم بزاف، ولكل العرب بكل عام وأنتوا بألف خير، وأنا انبسطت كتير إنكم حبيتوا المسلسل، وإن شاء الله يا رب أشتغل بالمغرب قريباً. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير، وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.